نتكلم النهارده على تالت ارتباط. يعني احنا اتكلمنا على ارتباط مرض الاسنان كمرض في حد ذاته والتهاب اللثه، اتكلمنا على ارتباط امراض اللثه والاسنان بالامراض الجهازيه، اتكلمنا على ارتباط التهاب اللثه بامراض القلب. في هنا برضو ارتباط، ولو انه برضو احنا بنقول ان الميكانيزم بتاعه مش واضح قوي ليه في مستشفى رمض في طب اسنان. يبقى اذا برضو موضوع التهاب الاسنان ولسه له ارتباط بالعين. لو جينا نشوف هل التهاب عصب الاسنان يؤثر على العين، يمكن الاجابه على السؤال ان التهاب عصب الاسنان بيؤثر على العين. نعم، يمكن ان تتاثر العين بالتهاب عصب الاسنان عندما تعاني من بعض الالم في اي جزء من جسمك. هناك شيء واحد مؤكد، هو انك تريد معرفه السبب الجذري للالم وايقافه. اذا كنت تعاني من صداع مستمر والم في العين، فقد يكون الجاني مرتبط باحدى مشكلات الاسنان لديك. في الواقع احد اكثر اسباب الام العين شيوعا هو مشاكل صحه الاسنان والتهاب عصب الاسنان. وهذه كانت اجابه السؤال هل التهاب عصب الاسنان بيأثر على العين. طيب ازاي بترتبط مشاكل الاسنان بالصداع والام العين؟ بعد التعرف على هل التهاب عصب الاسنان بيأثر على العين، سنتعرف على مشاكل الاسنان والصداع. بتحدث الام العين بسبب امراض الاسنان، فبعض حالات الاسنان التي قد تؤدي الى هذه المشاكل تشمل ضعف المفصل الصدغي الفكي، وكذلك التهاب عصب الاسنان الذي يكون ناتج عن الإصابة بالعدوى الذي يمكن أن تكون تسوس الأسنان سبب رئيسي في ذلك. عندما تصاب لب الأسنان بالعدوى بتبدأ أن تتأثر الأعصاب المرتبطة بالعين، بتبدأ تتأثر، وقد يعاني الشخص المصاب بالتهاب عصب الأسنان برؤية غير واضحة وصداع العين أيضا. ومن المهم والضروري زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر بشكل دوري ومنتظم أثناء زيارات الشخص الأسنان. ويجب التأكد من إخبار طبيب الأسنان إذا كنت تعاني من صداع مستمر أو ألم في العين، فقد تكون المشكلة في الفم والأسنان. ولكن بشكل عام سيكون الطبيب الأسنان قادرا على تقدير أو تشخيص أي مشاكل في الأسنان وقبل أن تؤثر على أجزاء أخرى من الجسم. وبكده احنا بنكون قدرنا الى حد كبير بنبين الارتباط ما بين التهاب اللثه، الاسنان، الامراض الجهازيه، امراض القلب، وامراض العين. مع السلامه.